السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منى فتحي من قناة ياسمين تعليم الكروشيه. الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رجعت لكم بمفرش كمان اشتغلناه مع بعض، اشتغلناه بلونين واشتغلناه بلون واحد، ده اللون الواحد. والمفرش التاني اللي عرضته لكم قبل كده كان شغالة بيه بلونين. طب الخيط نوعه ايه؟ الخيط حرير سلسلة زي ما عودتكم، جميل ورائع وطري كده في الشغل، وبلون واحد، ده اللون الواحد. والمفرش التاني اللي عرضته لكم قبل كده كان شغالة بيه بلونين. طب الخيط نوعه ايه؟ الخيط حرير سلسلة زي ما عودتكم، جميل ورائع وطري كده في الشغل، وبنشرها ولكن بنشفها شوية واحطها في نفس المكان اللي هي بتتحط فيه، بتنشف على وضعها. شايفين المفرش اخر شياكة، شياكة جميل جدا. استنوني بكل جديد.